نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني. اهلا بيك يا كابتن بشير. مساء الخير يا هيو، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، وحشني والله. ربنا يخليك. الناس عندها تفاؤل غير عادي وعندها ثقه غير عاديه في نادي الزمالك، هل ده بسبب طبعا المباراه الاخيره في السوبر؟ لا، المباراتين. المباراتين السوبر الافريقي والمصري. والاهلي. يعني دايما الناس طيبين، يعني ايه، بيقيسوا على الماضي، مكسب بيجيب مكسب، هم بيحسبوها كده. طيب هل ده اللي خلى، سؤال مهم، هل ده اللي خلى نادي الزمالك ما لعبش مباراه الدوري؟ اللي هو ايه، المكسب؟ يعني ان هو يحافظ على النشوه ديت، نشوه الجماهير ونشوه اللعيبه والانتصار في السوبر الافريقي والمصري، ما لعبش الدوري عشان ممكن يتعرض لاي هزه؟ لا، او يفقد لعيبه في الاصابات او 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 او. بص، الوحيد اللي يقدر يجاوبك على السؤال ده هو السيد رئيس نادي الزمالك المستشار مصطفى منصور. هو الوحيد اللي عنده الحل او عنده الاجابه الصحيحه المظبوطه، يعني يعني لان هو اتكلم قال انا كان هيحصل مجزره، انا عايز اريح اللعيبه عشان البطوله الافريقيه. فالوحيد اللي عنده الاجابه هو انت. وجهه نظرك ايه ورايك ايه؟ لا، هو وجهه نظري ان هو كان عايز يريح اللعيبه عشان ماتش الترجي. معادي ان الاهلي يخسر، الزمالك يخسر، الزمالك ما بيخسر، مش بيحصل مشاكل زي اللي حصلت الفتره اللي فاتت دي. ايه يعني، ايه المشكله لما النادي الاهلي خسر السوبر؟ خسر بلينات، ما كان الزمالك معرض ان هو يخسر، وكان معرض ان هو يخسر في المباراه اللي هناك. بس اعتقد يعني كان صعب. هو ممكن اقول هو، لا هو بقاله فتره بيقول قبل الماتش ده ان هو عايز ياجل، عايز ياجل، عايز ياجل قبل ما يعرف نتيجه الماتش الاخير، يعني وكده قبل نتيجه الماتش الاخير اللي هو بتاع السوبر بتاع النادي الاهلي، بتاع السوبر المصري. طيب انا لفت نظري في لقاءات مع الجماهير، رجل اهلاوي اتكلم بهدوء جدا، قال لك انا اهلاوي بتمنى الزمالك يفوز، ومش مبالغ حتى في كلامه. ممكن نسمعه بس كده مع بعض؟ مفيش مشكله نسمعه. يعني حاجات دي اصلها راجل محترم، احنا بنعديها. راجل ليه محترم. بنعديها؟ لا بنعديهاش، ما احنا في حاجات تانية ما بنعديهاش. صح، بنركز يعني على السلبيات، بنركز على السلبيات بالزبط. دي حاجه ايجابيه، والراجل صح. بيتكلم ايه بقى، بهدوء جدا وبطبيعه. في التوقيت اللي احنا فيه ده احنا محتاجين الحاجات دي كويس قوي. طيب جهزوا يا شيخ. طيب يعني حاجه جميله جدا، تتوقع فوز الزمالك ولا الترجي؟ قال لا انا اتوقع فوز الزمالك، يعني واثق في نادي الزمالك واتمنى فوز الزمالك وانا اهلاوي. ايه ده مهيب، حتى لو هو الكلام ده مش هو اللي جواه، مش الامنيه دي اللي جواه، مجرد ان هو يقول كده ده بيهدي الاجواء، بيخلي الحلقه كويسه جدا حتى لو مش جواه. امبارح لعيبه الزمالك ولعيبه الاهلي بيتفرجوا على مانشستر سيتي وريال مدريد قاعدين مع بعض. طيب جنش والشيخ وكهربا وحد تاني وايمن اشرف قاعدين بيتفرجوا. طيب هو هي الدنيا، وامير عبد الحميد، الدنيا بتسخن شويه من بعض، مش كل الاعلام، من بعض الاعلاميين. هم اللي بيسخنوا الدنيا شويه، بس مش كلهم. بعضهم. قد انت قلت حاجه عملي. بعد اللي بيقولوا مجزره ومشاكل كتير والكلام ده كله، الناس قاعده مع بعض وبياكلوا وشربوا كره قدم يا كابتن بشير. طب نشوف المشجع المتفائل معانا فين يا هشام. طيب بس اتمنى ان الزمالك يكسب، وان شاء الله الزمالك هيكسب ان شاء الله. تتوقع مين يسجل؟ يعني ان شاء الله ممكن يكون مصطفى محمد يسجل جون، وممكن اوباما او بن شرقي. ان شاء الله الزمالك هيفوز 2-0، ومصطفى محمد وبن شرقي ان شاء الله. توقعات ان شاء الله هنوصل، يعني اللعيبه هو اول واحد ابتدينا. حاجه حلوه، حاجه يعني حاجه تفتح النفس. يعني بلسم. هو في التقرير قال انا اهلاوي وبتمنى فوز نادي الزمالك. راجل محترم. حتى لو ده مش هو اللي جواه، مهيب بكرر برضه. يعني دي مش جواه ليه، الراجل بيتكلم حتى لو يعني محدش ضاغط عليه، ده بيتكلم بطبيعته. ده انا بقول لك حتى لو حتى لو دي حاجه كويسه، بلسم يعني. حاجه بقولها حلوه، راجل محترم. يعني مباراه الترجي مختلفه عن المباراه الاولى طبعا، شكلا وموضوعا وكل حاجه. المباراه تبقى صعبه جدا. يعني بص يا مهيب، مباراة الترجي اللي فاتت دي، عمر الترجي ما هيلعب مباراة سيئة زي ما أدى قدام نادي الزمالك في قطر. ازاي؟ بس ده مش كلامك. ازاي؟ أنت قلت لي الترجي عادي، بتمنى إن الزمالك يقابل الترجي هنكسبه. مظبوط، وحصل. والزمالك كسب مكسب كبير. اشمعنى بتقول المباراة دي صعبة؟ هقول لك، الترجي لسه خسران بطولة، بطولة كبيرة، وما أداش الأداء بتاع نادي الترجي اللي الناس كلها عارفاه. ما الترجي ممكن يلعب كويس بس يخسر، لان الزمالك كعبه عالي عليه. لكن الزمالك كمان ما كانش في القمه بتاعته وكسب 3. طيب يعني الزمالك كان